مرات ابسط الاشياء حتى الريشه باش كتعبر السكر ما كتلقاش باش تشريها، لدرجه ان بعض المرات ما كتستعملش الدواء كتوقف بالليل. امي ديما باكيه، امي ماشي اول مره غتبكي، امي ديما دموعها على عينيها وكتبكي لانها قاصات وعانات وهذا الوضع ما بقاش بغاته، مسكينه بغات تغيره. الام ديالي عندها 82 عام، المهم كانت كتعاني مشاكل من قبل مع الاب وزوجة الاب. مني وصلت السن ديال 80 عام السكر بوش عليها واحد العرق في القلب، ناست في الانعاش مده 21 يوم مع العيد الكبير. المهم عيدت تمايا كتعاني، عندها ظروف خاصه ما كتلقى باش تشري الدواء، ما كتلقى بعض المرات ما كتلقى ما تاكل باش تعيد العيد الكبير، لدرجه ان بعض المرات ما كتستعملش الدواء كتوقف بالليل. حنا كنطلبوا من الناس باش يعاونوها ويساعدوها في هذه المحنه ديالها، الله يجازيكم بخير، كل من عاونها وساهم معها الله يجازيه بخير. امي ديما باكيه، امي ماشي اول مره غتبكي، امي ديما دموعها على عينيها وكتبكي لانها قاصات وعانات وهذا الوضع ما بقاش بغاته، مسكينه بغات تغيره. وكتمنى كتقول انني قبل ما نموت كنتمنى تكون عندي شي دار حتى انا، ولا بغات تجيني نموت تجيني، لان هاد السكنه اللي ساكنه فيها غدر الوراثه، ماشي مستقله فيها شي نهار حتى يقسموا وتمشي تخرج للزنقه ديال الشارع. تتمنى هي امنيتها الوحيده كتقول لك تكون عندي هاد الدار، ولا بغات تجيني نموت غتجي. وحنا كنطلبوكم الله يجازيكم بخير، حيت عندنا ادويه غاليه ديال مرض القلب، اللي بغى يساهم معها ماديا يعاون الله يجازيكم بخير، والله راه ما غيضيع اجر المحسنين، الله يسهل عليكم والله يكمل عليكم بخير. حنا متبعين مع عندها رونديفوات وعندها مذكره رونديفوات خاصين ديال الطبيب، متبعينهم من 2018، كل 3 شهور كتاخذ رونديفو باش كيتبعوا لنا نفس الدواء. رونديفو تعطاو لها حتى 2021 شهر واحد. المهم حنا المره الاولى مشينا للعماله قالوا كاين واحد السيد تما راه كتعطي الدواء، مشينا عطاتو لينا 3 شهور من بعد حبست، قالت لنا راه بزاف علينا حنا الضغط باش نبقاو نعطيو الدواء كل مره. صافي دابا يا ملي ما لقيناش شرو لا الدواء، مره كتاخذو مره ما كتاخذوش. بعض المرات ابسط الاشياء حتى الريشه باش كتعبر السكر ما كتلقاش باش تشريها. المهم الله يسهل عليكم ويجازيكم بخير، اللي بغى يعاون ويساهم معاها راه العنوان. وضروري غدا تألمي، كتشوفي اللي كيألمك هو الفقر والحاجه، يعني كل الانسان ما يسور خدام انا ما يوطحش في هذا الوضع، يعني غادي هو غيصوفي راسو باي شيء باي حوايج، غادي يدير المستحيل باش ما يشوفش ميمته بحال هكا، ما لقيتش باش تشري دواء، ما لقيتش بعض المرات حتى باش تاكل. ملي كدوق الانسولين كتدوقها في العشاء وخاصه نيت ما تاكل ما كتلقاش باش تاكل، لدرجه انها كيطيح لها السكر بعض المرات، وكيعيطوا الولاده في الليل كيجيو يجريو باش يديروا شي حل. حنا كنطلبوا من كل محسن لا من بعيد ولا من قريب باش يعاونوها، هاد المرة ما تطلبش المستحيل، يعاونوها ماديا باش تشري غير الادويه ديالها.